تلاتة بقى، وده هام جدا جدا جدا. تلاتة ده هام جدا جدا جدا. تفقد جنسيتك الهولندية أوتوماتيك في الحالات الآتية: إذا كان لديك جنسية دولة أخرى وعشت على الأقل 10 سنوات متتالية خارج المملكة الهولندية والاتحاد الأوروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا، وفي ناس اتعرضت لمشاكل كتير بسبب قلة معرفتها عن الموضوع ده. في ناس كتير بتتجنس بتاخد الجنسية الهولندية، وأولادهم كمان بياخدوها، وبعد كده بيغادروا هولندا، بيروحوا مثلا على أحد الدول العربية بيشتغلوا هناك، ولسنوات طويلة ما بيرجعوش على هولندا، ظنا منهم إن هم محتفظين بجنسيتهم، وبيتفاجئوا إن الجنسية تم سحبها منهم ومن أولادهم، وطبعا ما بتقدرش ترجعها على أي حال من الأحوال. فطبعا فقدان الجنسية الهولندية ممكن يحصل بطرق مختلفة، بتكون الخسارة فيه ساعات بتكون خسارة الجنسية تلقائية، يعني الجنسية بتتسحب منك من غير ما تكون انت عارف، بتسقط عنك يعني بمعنى صح. وفي طرق تانية لسحب الجنسية منك، وهي ان تقوم الحكومة الهولندية بناء على طلب رسمي بإسقاط جنسيتك او سحبها منك. طبعا الفرق بين فقدان اوتوماتيك والسحب العمد من الحكومة الهولندية ده فرق كبير، ولازم تتعرفوا عليه وتعرف ايه اسبابه عشان تتجنبه. احنا عندنا ناس كتير جم على هولندا في السنوات الاخيرة وتم تجنيسهم، عشان تبقى عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. والقانون في هولندا في سحب الجنسية او الغائها ما بيفرقش بين قاصر وبالغ، فممكن شخص قاصر طفل عنده 10 سنوات أو 11 سنة يتم إسقاط الجنسية عنه، وممكن شخص بالغ عنده 20 30 40 سنة يحصل معاه نفس الشيء. فخليكم معانا نطلع نشوف المقدمة عشان نبدأ في سرد التفاصيل. أول حاجة هنتكلم فيها بالنسبة للكبار والبالغين، الناس اللي هي الكبيرة البالغين اللي هو فوق سن 18 سنة حسب القانون الهولندي فهو شخص بالغ. طيب، هتفقد الجنسية الهولندية بتاعتك في الحالات الآتية كشخص بالغ تجاوز سن 18 سنة، وهي: واحد، إذا أردت الحصول على جنسية أخرى طواعية، يعني أنت منك لنفسك قدمت طلب قلت للحكومة الهولندية أنا عايز الجنسية بتاعت البلد الفلانية، فبتفقد الجنسية بتاعتك الهولندية، تمام؟ هذا ينطبق عليك إذا كنت عايش في الخارج، لو أنت عايش في خارج هولندا، ولكن أيضا إذا كنت تعيش في هولندا، يعني أنت مثلا عايش نفرض مثلا يعني في الإمارات ومعاك الجنسية الهولندية، أنت هولندي وبعدين قدمت طلب إن أنت تاخد الجنسية الإماراتية، فبتسقط عنك الجنسية الهولندية. الكلام ده لو انت عايش في الامارات، او لو انت عايش في هولندا وقدمت على جنسية بلد تانية لأي سبب من الاسباب بتفقد الجنسية الهولندية. الاستثناء للحالة دي: لن تسحب منك الجنسية الهولندية رغم حصولك على جنسية اخرى في الحالات الآتية: واحد، تكون قد ولدت في بلد تلك الجنسية الاخرى، وقد عشت في ذلك البلد عندما حصلت على تلك الجنسية الأخرى، من الآخر جنسية بلد الأم. هولندا ما بتمنعش إن أنت تحتفظ بجنسية بلدك الأم وأنت بتتجنس بالجنسية الهولندية. الحالة التانية اللي هي الاستثناء: إمتى تاخد جنسية تانية ولا تفقد الجنسية الهولندية؟ لو كنت أنت قبل بلوغك سن الرشد، قبل بلوغك سن 18 سنة، عشت في بلد الجنسية التانية اللي أنت عايز تاخدها أقل حاجة 5 سنوات. لو انت كمان ايه الاستثناء ان انت تاخد جنسية بلد تانية وتحتفظ بالجنسية الهولندية؟ انت تكون متزوج او في شراكة مسجلة مع شخص يحمل جنسية البلد التي تريد ان تحصل عليها. انا دلوقتي واخد الباسبور الهولندي ومتجوز مثلا، اقول يا سيدي حد من الهند، وعايز اخد الباسبور بتاع الهند، مفيش اي مشاكل، هفضل محتفظ بالهولندي واخد باسبور الهند. والسبب اللي عمل لي الاستثناء ده هنا ان انا زوجتي من الهند، فلي حق اخد الجنسية الهندية واحتفظ بالهولندية. ايه السبب التاني كده؟ احنا عملنا اول سبب ان انت لو هتاخد اي جنسية طواعية تخسر الباسبور الهولندي، وقلنا الاستثناءات بتاعته التلاتة. دلوقتي تاني سبب ان انت تخسر الجنسية، تفقد الجنسية الهولندية،
ان انت بتتخلى عنها عن طريق التنازل. انت بتروح تقدم طلب تنازل، بتقول لهم يا جماعه انا مش عايز الباسبور الهولندي بتاعكم ده تاني، مش عايزه. تمام؟ الكلام ده انت ممكن تعمله وانت عايش في هولندا، وانت عايش في بلد بره هولندا عن طريق السفاره. انا هروح اتنازل خلاص. ثلاثة بقى، وده هام جدا جدا جدا، ثلاثة ده هام جدا جدا جدا، تفقد جنسيتك الهولندية اوتوماتيك في الحالات الاتية: اذا كان لديك جنسية دولة اخرى وعشت على الاقل 10 سنوات متتالية خارج المملكة الهولندية والاتحاد الاوروبي. تاني، تفقد جنسيتك الهولندية اوتوماتيك. اوتوماتيك ده يا جماعة لا يتم اعلامك، يعني ما بيبعتلكش خبر يقولك انت الباسبور اتسحب منك. تفقد جنسيتك الهولندية اوتوماتيك اذا كان لديك جنسية دولة اخرى وعشت على الاقل 10 سنوات متتالية خارج مملكة هولندا والاتحاد الاوروبي. ودي طبعا اللي قلنا عليها في مقدمة الفيديو، الناس اللي بتاخد الجنسية الهولندية وتهاجر تروح دولة عربية تانية مثلا تشتغل فيها او لأي سبب من الاسباب، وتنسى وتفكر ان هي محتفظة بالجنسية الهولندية مدى الحياة. طيب ايه الاستثناء بقى؟ كل حاجة ولها استثناء، كل قاعدة وليها استثناء. ايه الاستثناء بتاع ان انت لو عشت بره هولندا وبره الاتحاد الاوروبي 10 سنوات ما تفقدش الباسبور الهولندي؟ الاستثناء الاول اذا كنت تعيش خارج هولندا والاتحاد الاوروبي 10 سنوات ولكنك تعمل انت او زوجتك لحساب الحكومة الهولندية. يعني انا شغال دلوقتي دكتور في مستشفى في مصر، المستشفى اسمه المستشفى الهولندي مثلا، وشغال تبع الحكومة الهولندية هناك. انا الحكومة الهولندية هي اللي جابت لي الشغل ده هناك وبعتتني هناك. شغال في احد المصافي بتاع البترول بتاع شركة شيل بتاع زيوت السيارات في العراق مثلا او في الكويت او في السعودية وما الى ذلك. انا شغال تبع الحكومة الهولندية، اقعد بقى 10 سنين 20 سنة باسبوري وجنسيتي الهولندية هتفضل معايا. طيب اذا انت ايه الاستثناء التاني بقى؟ الاستثناء التاني لقاعدة ان انت تفقد جنسيتك الهولندية اوتوماتيك اذا عشت بره هولندا 10 سنوات، الاستثناء التاني مش هتفقدها امتى؟ اذا عشت في خلال ال10 سنوات دول وانت قاعد بره كده في الامارات، جيت قعدت في هولندا سنة واحدة على الاقل. يعني انا قعدت دلوقتي في مصر 9 سنوات ومعايا الباسبور الهولندي بتاعي ومعايا الباسبور المصري، جيت هولندا قبل ما السنة 9 تخلص قعدت سنة في هولندا ورجعت تاني مصر، برضه يتحسب لي كده 9 سنوات تاني. قبل ما اكمل 10 سنوات ارجع تاني اقعد في هولندا سنة وارجع تاني على مصر وهكذا. انما لو تميت ال10 سنوات هيروح منك الباسبور الهولندي. طيب احنا كده اتكلمنا على الفقدان، حاجة بتحصل اوتوماتيك من غير اي ايه، من غير اي مشاكل، يا اما بعلم الطرف يا اما بغير علمه. طيب في هنا بقى سحب الجنسية الهولندية. انت قاعد كده وتلاقي مره واحده الحكومه الهولنديه بتقول لك احنا قررنا ان احنا نسحب منك الجنسيه لاسباب معينه. ايه هي الاسباب ديت بقى عشان الناس ما تقعش فيها؟ يمكنك ايضا ان تفقد جنسيتك الهولنديه لان الحكومه الهولنديه قامت بالغائها، وهذا ممكن في الحالات الاتيه. ركز يا جماعه، لقد ارتكبت عمليه احتيال في عمليه احتيال في اجراءات التجنيس. بمعنى امثله على الاحتيال مثل الكذب بشان هويتك، انت كدبت غيرت حاجة وانت بتعمل القسم بتاع الجنسية الهولندية وبتقدم الاوراق بتاع الجنسية اللي مطلوبة منك. مثال على ذلك اللي الحكومة الهولندية ذكرته: تقديم بيان او مستند كاذب واخفاء حقائق مهمة لعبت دور في تجنيسك، فقد اصبحت هولنديا نتيجة الاحتيال ولم تكن لتحصل على الجنسية الهولندية بدون ذلك الكذب والاحتيال وإخفاء الحقائق. طيب لو فرضنا مثلا واحد كذب بتاريخ بشأن تاريخ ميلاده وجاب شهادة مزورة كده، حلو، وتم إثبات ده، يسحبه من الجنسية. لو واحد قال إن هو مثلا عنده مشاكل في بلد معين وجه قدم على أساس لجوء وتم الاكتشاف إن هو كذاب ما عندوش أي مشاكل في بلده وإن كل حاجة تمام، بيتم سحب الجنسية من عنده. طيب ايه السبب التاني؟ اذا تمت ادانتك بجريمة ضد امن المملكة، على سبيل المثال جريمة حرب او جريمة ذات هدف ارهابي، يتعلق الامر هنا بالافعال التي تضر بشكل خطير بمصالح المملكة. يعني لو تم اثبات ان انت متورط في حاجة زي كده وبالذات ان هي بتضر بمصالح المملكة الهولندية، بيتم الغاء الجنسية الهولندية من طرف الحكومة
وبيتم سحبها منك. طيب ايه السبب الثالث لسحب الجنسية الهولندية منك؟ ان انت بتخدم طواعية في القوات المسلحة لدولة اجنبية. خلي بالك انا اقول طواعية، هم مركزين على الحتة دي كويس. انت طواعية يعني انت مثلا مش مطلوب منك تجنيد في سوريا، بس انت نزلت رحت قلت انا هعمل تجنيد وهشتغل معاهم، حلو، او ان انت تقاتل مع قوات مسلحة بتاع دولة ضد هولندا، في دولة معينة بتحارب ضد هولندا في مكان معين، وانت شغال مع الجيش اللي بيحارب الدولة اللي هي بتحارب الجيش الهولندي، فانت يتسحب منك الجنسية الهولندية. او مش لازم يكون بيحارب الجيش بتاع الدولة دي ضد هولندا مباشرة، ممكن لو بيحارب ضد احد حلفاء هولندا، يعني شوف مثلا المانيا حليفة هولندا، لو المانيا موجودة في دولة معينة وفي جيش دولة معينة بيحارب ضدها وانت انضميت لجيش الدولة دي وبتحارب معاه، فانت يتسحب منك الجنسية. طيب دلوقتي احنا خلصنا فقدان الجنسية الهولندية للبالغين وسحب الجنسية الهولندية للبالغين، نيجي بقى على الأطفال والقُصّر، نركز. طيب فقدان الجنسية الهولندية للقاصرين، بموجب قانون الجنسية الهولندية أنت قاصر إذا كان عمرك أقل من 18 سنة، ولكن في استثناء برضو، كل قاعدة يا جماعة لها استثناء. إمتى يكون عمرك أقل من 18 ويتم معاملتك على إن أنت شخص بالغ؟ يعني أنت 17 16 15 سنة ورغم ذلك هيتم معاملتك من ناحية القانون الهولندي إن أنت بالغ. إمتى؟ إذا كنت أنت متجوز، عندك 17 سنة ومتجوز، فأنت في نظرهم أنت شخص بالغ مش قاصر. أو إن أنت تكون في علاقة جادة مع امرأة، يعني أنت عارف إن هما هنا في معظم الأحيان ما بيتجوزوش، بيعيشوا مع بعض وخلاص. طيب لو أنت برضو عامل الحتة دي برضو وسنك 17 سنة وعايشين بقى واخدين شقة وقاعدين فيها أو بيت وشغال وكده خلاص، وانت 17 سنة 17 سنة ونص 16 سنة، انت في نظر القانون الهولندي شخص بالغ. طيب امتى بقى يفقد القاصر الجنسية الهولندية في الحالات الآتية؟ أول واحدة، عندما يصبح هذا القاصر ابنا لشخص يحمل جنسية غير هولندية من خلال الاعتراف أو التبني أو التحديد القضائي للنسب، ونتيجة لذلك يكتسب القاصر جنسية هذا المواطن الأجنبي. 2، يتخلى القاصر عن الجنسية الهولندية عن طريق التنازل ويحمل الجنسية غير الهولندية لوالده أو والدته. الولد اللي هو عنده الجنسية الهولندية، القاصر ده اللي هو سنه أقل من 18 سنة، راح يتنازل عن الجنسية الهولندية. مش بس يتنازل، لازم لما يكون متنازل يكون عنده جنسية أساسية من أبوه أو أمه غير الجنسية الهولندية. في الحالة دي بيتم قبول التنازل وكده بتروح الجنسية الهولندية من عنده. طيب السبب الثالث لفقدان القاصر الجنسية الهولندية، الأب أو الأم يفقد الجنسية الهولندية. دلوقتي أنا مواطن هولندي ومراتي مواطنة هولندية، الاتنين متجنسين وخلفين بنت، والبنت خدت الجنسية بناء على إن إحنا مجنسين. لسبب من الأسباب اللي أنا ذكرتها للبالغين سحب الجنسية الهولندية أو فقدانها، اتسحبت مني الجنسية الهولندية واتسحبت من مراتي، بنتي بشكل اوتوماتيك بيتم سحب الجنسية منها هي كمان. طيب ايه السبب الخامس؟ الخامس ان القاصر يفقد الجنسية الهولندية، ان القاصر يكتسب جنسية والده او والدته. طيب احنا كده اتكلمنا عن فقدان الجنسية الهولندية للقاصرين. طيب في استثناء، يعني القاصر ممكن يحصل معاه حاجة من الحاجات اللي فاتت دي ورغم ذلك ما يفقدش الجنسية الهولندية، ايه هو الاستثناء؟ اذا كان احد الوالدين لا يزال يحمل الجنسية الهولندية، يعني ولد ابوه هولندي مجنس وامه هولندية مجنسة، حلو، الام اتسحب منها الجنسية بس الاب ما اتسحبش منه، يفضل الولد هولندي، تمام. الاستثناء التاني، اذا كان الطفل المراهق ده مولود في هولندا، يعني هو اتولد في هولندا وتم تجنيسه وبعد كده بقى حصل اي سبب من الاسباب اللي انا قلتها قبل كده، فالولد بيفضل هولندي بسبب انه اتولد هنا واتجنس هنا، ما اتولدش في بلد اجنبي، ركز. طيب اذا الطفل المراهق ده عاش 5 سنوات في هولندا متواصلين دون انقطاع، يعني الولد المراهق ده جه كطفل وهو سنه 10 سنين، قعد 5 سنوات متتالية في هولندا، بيروح المدرسة بيعمل كل حاجة تمام 5 سنوات دون انقطاع، وبعد كده فيما بعد بسبب من الأسباب وهو عنده 16 سنة
حصلت حاجة من الأسباب اللي ذكرناها تؤدي رسميا لفقد الجنسية الهولندية. اللي هيمنع فقد الجنسية عنه إنه عاش 5 سنوات متواصلة في هولندا دون انقطاع. طيب احنا كده اتكلمنا في الفقدان للقاصرين والاستثناءات بتاعته، نيجي بقى لسحب الجنسية الهولندية من القاصرين. الشخص القاصر ده هيسحب منه الجنسية الهولندية امتى؟ يمكن للقاصر ان يفقد جنسيته الهولندية لان الحكومة الهولندية امرت بذلك بالغاء الجنسية، وذلك في الحالات الاتية: 1- يبلغ القاصر من العمر 16 او 17 عام ويخدم طواعية في القوات المسلحة لدولة اجنبية، وتقاتل هذه القوات المسلحة ضد هولندا او ضد احد حلفاء هولندا. 2- في سحب الجنسية الهولندية للقاصرين، يبلغ القاصر 16 او 17 عام وقد انضم الى منظمة تشارك في نزاع مسلح وطني او دولي، وبالتالي يشكل تهديدا للامن القومي الهولندي. دي يا جماعة كانت الاسباب بتاعة سحب او فقدان الجنسية الهولندية سواء للقاصرين او للبالغين. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش لو عندك اي اسئلة تخص الموضوع ده او مواضيع تانية اكتبها لنا في التعليقات، وان شاء الله هنرد عليها بسرعة على قد ما نقدر. ما تنساش تعمل شير للفيديو، وما تنسوش يا جماعة تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم.